بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم عزيزة الطالبات بالمحاضرة الثالثة بمادة General Physiology. بعد ما أخذنا المحاضرة الأولى عن تتكلم عن السيارات، والمحاضرة الثانية كانت تتكلم عن الكارديوفاسكولار سيستم، اليوم نأخذ سيستم آخر، سيستم مهم في الإنسان، هو الدايجستيف سيستم، هو الجهاز الهضمي. الدايجستيف سيستم احنا اكيد كلكم تدرون احنا اثناء حياتنا اليومية نتناول الطعام، نريد نعرف شنو مصير هذا الطعام والماء اللي نتناولهم، شنو مصيرهم، وكيف يتم التعامل يعني بالاجزاء الجسم، الدايجستيف سيستم في كل جزء كيف راح يتم التعامل مع الطعام والماء. اول شيء introduction digestion refer to mechanical and chemical breakdown of foods، يعني اللي يعرفنا الهضم، الهضم هو يشير الى عمليات ميكانيكية وكيميائية لتكسير breakdown of food، لتكسير الطعام. بعدين بعد ما يكسرها راح تنتج لنا مركبات اساسية تحتاج الخلايا absorbed by cell، هاي المركبات راح تمتص من قبل الخلايا حتى ينتج لنا نيوترينت، مغذيات اساسيه للخلايا. The digestive system carry out the process of digestion، يعني الجهاز الهضمي راح ينفذ لنا كل العمليه اللي تخص العمليات الهضم. The digestive system consists of، مين تتكون من alimentary canal اللي هي القناة الهضمية، تتكون من digestive system consists of، يتكون من alimentary canal القناة الهضمية. مين تبدأ القناة الهضمية؟ خلونا نشوف من الماوث اللي هو أول جزء بالجهاز الهضمي، الماوث الفم، to الأنس اللي هو راح تبدأ إنه من اللي هو فتحة المخرج، من الفم إلى فتحة المخرج. And several accessory organs، غدد مساعدة أو أعضاء مساعدة كذلك موجودة. إذن تتكون من الألمنتري كانال والأسيسري أورغان. الألمنتري كانال مين تبدأ؟ من الماوث تو أنيوس الفتحة المخرج. هذا قدامنا سلو باوع بنات، هذا اللي نقصد به الجهاز الهضمي، راح يبدي لنا من الفم، هذا الفم عن طريقه راح نتناول الطعام، ينتهي لنا بمن؟ بالفتحة المخرج، هذه فتحة المخرج. هذا تشوفون طبعا جزء عدوي يتكون من الفم، الاسفاجاس، فارينكس، والجزء السفلي هو الامعاء، التو بارت يعني جزئين عندنا لارج اند سمول. فهسه راح نجيهن واحد واحد، بس خلونا نشوف هاي الصورة توضح لنا. هذا الفم راح يمر بكل الأجزاء مرورا بالمعدة، وبعدها راح يتصل لنا بمن؟ يتصل لنا بالسمول انتستين، بعدها باللارج انتستين اللي هو هذا، وبعدها آخر شيء إلى فتحة المخرج. ميجر أورغان يعني الأعضاء الرئيسية اللي يتكون منها الدايجستيف سيستم، عندنا اول الاعضاء الاساسية يعني الاجزاء العفو الاساسية او الاعضاء الاساسية، الماوث اول جزء يدخل عن طريق الطعام، الاسوفاجس، الامعاء، الستومك اللي هي المعدة، والسمول انتستين الامعاء الدقيقة، واللارج انتستين وهي الامعاء الغليظة نسميها. زين احنا قلنا يتكون من جزئين، هو الالمنتري كانال اللي تحوي ذني كلهن خمستهن، وبعد يا جزء الاسيسري اورغان او الغدد المساعدة او ما يسمى الاعضاء المساعدة اللي هي الليفر، الكبد، قلب لدر، والبنكرياس. الفاكشن وظيفة، شنو هي وظيفة جهاز الهضمي؟ اول وحدة obtain research for the external from the يعني المحيط الخارجي environment، راح نحصل obtain مصادر من المحيط الخارجي اللي هي مثل ايش؟ water mineral nutrient vitamin،
ماء، معادن، مغذيات، وفيتامينات. إذا أول وحدة هي نحصل المصادر الأساسية research for from the external environment من المحيط الخارجي. ثاني وظيفة break down، تكسير large particle إنه نكسر الجزيئات الكبيرة into smaller إلى جزيئات صغيرة. يعني راح تتناول هسه إذا تشوفون إحنا الطعام نتناوله بقطع كبيرة أو كميات يعني كبيرة، راح تكسرها أو تحولها إلى smaller صغيرة. transfer material from external environment to cell. يعني الوظيفة الثالثة هي راح تنقل لنا هاي العناصر المهمة from external environment يعني من المحيط الخارجي إلى الدم وثم إلى الخلايا. أي يعني إنه الطعام من راح يتحول وينهضم بواسطة الجهاز الهضمي راح ينقل للدم، ومن ثم راح ينقل للخلايا على مود الخلايا. يعني راح الدم يجهز الخلايا بما تحتاجه من الطاقة واللي هي على شكل مغذيات. عندنا أربع خطوات أساسية، خطوات أساسية هذه قدامكم، هذه مهمة. كل خطوة يعني أنا الديسكريبشن ما أسألكم عليها، بس أهم شيء كل خطوة وين تحدث يعني، بس أريدكم تفهموها يعني. هذا الديسكريبشن بنات أريدكم تفهموها، احتمال أجيبها صح وخطأ أو هاي، بس كإذا جبت لكم بالجدول هذه يعني ما أجيب لكم ديسكريبشن مادتها، لا بس احتمال صح وخطأ، احتمال بالاختيارات، فأفهموها فهم. أول وحدة إنجلشن، أول هي خطوة الإنجلش إنه دخول الطعام، عملية التهام الطعام للحلق، راح أول خطوة يصيحها إنجلشن. زين food enter the digestive system، هاي تعريفها بما معنى، وين تحدث هاي العملية؟ بالماوث. ثاني وحدة digestion اللي هي أول وحدة قلنا عملية قلنا أول عملية ingestion اللي هي عملية الابتلاع أو دخول الطعام تحدث بالفم، أول عملية ingestion. ثاني عملية digestion اللي هي تكون بخطوتين، أول خطوة ميكانيكية mechanical، ثاني خطوة chemical. أول خطوة food is physically broken down into small particles أو pieces، يعني الطعام راح فيزيائيا هي عملية يعني لما ندخل الطعام للفم راح نمضغه بأسناننا يتقطع من كبيرة إلى صغيرة، هاي عملية صحولها ميكانيكية. العملية الكيميائية إنه بعد ما يتقطع راح تنفرز إنزيمات، هذا كله بالماوث، إنزيمات راح هاي الإنزيمات راح تحول يعني تنفرز حتى تساعدنا عملية تحويل هذه الجزيئات إلى جزيئات أصغر حتى تبدي تنهضم. زين العمل ميكانيكال وين تحدث؟ ماوث والستومك، بالماوث والستومك. وعمليات كيميكال العمليات الكيميائية وين تحدث؟ لنا بالماوث والستومك والسمول انتستين، إنه بالفم والمعدة والأمعاء الدقيقة. ثالث خطوة هي الابسوربشن اللي هي الامتصاص، بعد ما يعني انهضمت راح الووتر اند دايجست فود، انه الماء والطعام المهضوم انتر ذا بلاست ستريم، راح يدخل الى مجرى الدم فروم دايجستيف سيستم، حتى وراها من يدخل مجرى الدم يروح يوزع للخلايا. وين تحدث عملية امتصاص؟ السمول انتستين واللارج انتستين، بالسمول انتستين الفود، باللارج الووتر تحدث عملية امتصاص. ثالث عملية اكسكريجين انه عملية خلينا نقول الافراز، المواد اللي ما احتاجيناها احنا بعدها مو هضمنا الطعام وتحول ممتص من قبل الامعاء الدقيقة والغليظة، اكو مواد ما احتاجها الخلية ما احتاجت او الجهاز الهضمي ما استعملها ما احتاجها، ايش راح ينطرح؟ على شكل فيسز اندايجستد فود، يعني الطعام غير مهضوم جيف سيستم، راح يغادر الجهاز الهضمي على شكل فيسس، على شكل براز، تحدث هالعملية بالانس. هسه اول وحدة انجستشن دايجستشن انه عمليتين ميكانيكية وكيميائية، ابسوربشن اكسكريجن الانجستشن انه عملية تحدث بالماوث هي عملية ابتلاع او دخول طعام بالفم، digestion mechanical chemical ميكانيكية انه يقطع البروك داون large pieces to small، يعني راح تقطع الجزيئات كبيرة الى صغيرة بالماوث والستومك. chemical
راح عندنا digestive enzyme break food to smaller pieces، يعني راح تبدأ هاي الانزيمات المفروزة على القطع الصغيرة بعد مايكروسكوبك تسويها أصغر. زين هاي وين تصير؟ بالماوث والستومك والسمول انتستين، خطوة ورا خطوة. أول مرة بالماوث، وراها ستومك، وراها بالسمول انتستين. والابزوربشن اللي هي امتصاص الووتر اند داجست فود، والطعام المهضوم وين يصير؟ وبعدها يروح الى مجرى الدم حتى يجهز الخلايا. وين يصير؟ بالامعاء السمول، بالامعاء الدقيقه واللارج، والامعاء الغليظه بالسمول الفود وباللارج الووتر. اخر خطوه هي يعني الافراز الطعام اللي ما استخدمناه، اللي ما احتاج الجهاز الهضمي ولا تحتاج الخلايا، راح يطرح عن طريق الإناث الى فتحة الشرج الى الخارج للتخلص منه. هسه بعد ما فهمنا العمليات الاربعة، راح نبدي بالاجزاء الاساسية اللي هي يعني جزء جزء. اول شيء خلينا نحكي عن القناة الهضمية، character of alimentary canal، general characteristic، يعني الصفات الأساسية للقناة الهضمية. القناة الهضمية من تتكون؟ هي نقصد بيها ابتداء من الفم إلى فتحة المخرج، هاي كلها يصيحوا لها قناة هضمية. القناة زين، القناة الهضمية تركيب الجدار مالتها من الفم إلى فتحة مخرج هو نفس التركيب، إلها تركيب واحد، مو كل جزء راح يختلف تركيبها، لا إلها تركيب واحد، تركيب الجدار مادتها structure of wall. تتكون من 4 layers، من اربع طبقات الالمنتري كانال. اول وحده، اول طبقه يسموها ميوكوسا، ميوكوسا اللي هي inner layer اللي تكون ملامسه للطعام او الماء، هي الطبقه الداخليه. تكون من connective tissue، انسجه رابطه وسموث مصل وعضلات مرساء. زين بعش بيها جلاند غدد for secretion of mucus digestive enzyme، يعني حتى تفرز اللعاب. هي ليش هذه تكون بها غدد؟ حتى تفرز لعاب وانزيمات هضم تساعد لنا بعملية الهضم. زين عندنا بعد الطبقة الثانية صب ميوكوزا، اول وحدة ميوكوزا وصب ميوكوزا اللي هي اللي تحت المخاطية يصحونها. شوف هذه لوز كونكتيف تشو، هذه انسجة رابطة، هاي مكونة من لوز كونكتيف تشو، او نصح لها مفككة الانسجة، الرابطة المفككة او الرخوة، تحتوينا على جلاند، على بلاد، على الليمفاتيك فيزلز والاوعية اللمفية والنيرف والاعصاب. اذا اسالكم بنات كل طبقه ايش تحتوي لنا، من اجيبكم صح وخطا احتمال خيارات، فكل طبقه تكون تعور مو تدرخوها بس تعرفون. الصب الميوكوسا تحتوي لنا على هذا، الميوكوسا تحتوي لنا كل وحده لها وظيفه الان. زين اذا هسه الميوكوسا، صب الميوكوسا، بعد ايش عندنا؟ عندنا الماسكولار لاير، الطبقه العضليه يسحولها، تحتوينا two types of muscle، smooth muscle تكون circular دائرية، longitudinal fiber أو العضلات المتطاولة. هسه نشوفهن. إذا عندنا العفو بنات، muscular layer تتكون من طبقتين، من smooth muscle اللي هي ياهي عندنا circular واللونجيتودينال. هسه نشوفها، نجي طبقة تتكون من عضلات بس تكون بجزئين، الطب وحده من عندهم تكون دائريه واللي بعدها تكون متطاوله هاي العضلات. هسه نشوفه بالرسم اللي جاي اللي بعده. زين عندنا سيروسا لاير، او هذه الطبقه المصليه، هاي تكون الطبقه الخارجيه، الطبقه الاولى من الالمنتري كانال. زين تحتوي لنا على سيال، هاي السيال بنات راح تحمي لنا الطبقات والالمنتري كانال. شلون تفرز سكريت فلويد؟ راح تفرز لنا فلويد تو ريديوس فراكشن وذ ذا ابدومينال كافيتي، حتى ريديوس يعني تختزلنا فراكشن الاحتكاك مع الابدومينال كافيتي
هو التجويف البطني. صار معلوم بنات؟ هسه عندنا اربع طبقات اساسية، ميكوزا اول وحدة، اللي بعدها اللي هي تكون انر، واللي صب الميكوزا اللي تحتوي لنا النيرف، الليمفاتيك فيزالز والبلاد فيزالز والجلاند، هاي كلها موجودة بهذا الطبقة. الطبقة العضلية من اسمها العضلية، اللي هي تتحكم بالقناة الهضمية، تتكون من عضلات ملساء. هاي عضلات الملساء مقسومة نوعين، دائرية ومتطاولة، سيركولا ولونجتيودينال. زين، بعدها اخر شيء المصلية، الطبقة المصلية اللي تفرز لنا فلويد حتى ريديوس فراكشن وذاين ذا ابدومينال كافيتي مع المحيط التجويف البطني. هسه بعض بنات هذه الصورة اللي هي تتكون، هذه الالمنتري كانال. شوفوا الطبقة الخارجية، هذه الطبقة الخارجية اللي تفرز لنا الفلويد to reduce fraction with abdominal cavity. زين، بعد عندنا هذه الطبقة السموث مصل اللي هي الثالثة، قلنا عليها هذه muscular layer مع بنات، هذه تتكون من نوعين، longitudinal muscle والcircular muscle، متطاولة والدائرية. بعدها يا طبقة عندنا طبقة الميوكوزا اللي هي أول، هذا اللي منها يدخل الطعام ويكون ملامس لطبقة الميوكوزا. بعد طبقة الميوكوزا هي الصاب ميوكوزا، بعدها العضلية طبقة، وآخر وحدة اللي هي تصير خارجية هي الطبقة المصلية. زين، عندنا أول جزء من القناة الهضمية هو الماوث، the first portion of alimentary canal، هو الجزء الأول من القناة الهضمية. وظيفته function receive يستلم food and begin mechanical digestion. راح أما أول خطوة هو mechanical، يعني يمضغ الطعام يحوله من قطع كبيرة إلى أصغر بواسطة شنو؟ الأسنان. زين، بعدها همات كذلك طبعا هسه بالفم، مو فقط ميكانيكال، كذلك كيميكال، يبدأ انزيمات، راح تبدأ انزيمات تنفرز حتى تحولنا جزيئات بعد الى جزيئات اصغر، وبعدين نسلمها الى الجزء الثاني هو الازوفاجاس، بعدين الى المعدة. زين، تحوي لنا الفم طبعا، يحوي لنا على السالفري جلاند اللي تفرز لنا السلايفة اللي هي شنو؟ اللعاب. The mouth الجزء الأول function receive food and become mechanical digestion، عمليات هضم ميكانيكية. زين، salivary gland الغدد اللعابية، الغدد اللعابية موجودة وين؟ بالماوث. هسه راح نبدي واحدة نشوفهن بعد بالسلايد اللي بعده. The salivary gland secrete saliva اللي هي شنو؟ هو اللعاب. طبعا فائدته شنو؟ راح يرطب الـ يعني الجزيئات، فود بارتيكل، حتى تنهضم. اول شيء انه يرطب لنا الجزيئات. زين، بايند ذيم توجذر، يعني راح يخليها مرتبطه الجزيئات هاي، من نبدا عمليه ميكانيكيه راح يخليها مرتبطه توجذر. زين، عمليات تيستينج يعني تذوق. زين، هاب تو كلين ذا ماوث، كذلك ينظف الماوث، هاي كلها وظيفه السلايفة. زين، two pairs of salivary gland، عندنا ثلاث أزواج، هسه نشوف نشيلهن. زين، هاي كل البنات أقروا بالطريقة اللي أني دا أشرح بيها. هذا عن salivary gland، الإفرازات salivary gland. Salivary gland include two type of secretory cells، عندنا نوعين من يعني الافرازات اللي تفرز لنا اياهن، السالفر جلاند او الغدد اللعابية، نوعين. اكو بعض الانواع تفرز لنا دايجستيف انزيم. زين، اول نوع راح نشوفه، نوعين عندنا من الخلايا، سالفر جلاند انكلود تو تايبس اوف سيكريتوري سيلز، سيريوس سيلز، نوعين من الخلايا الإفرازية اللي هي ذات شرح تفرز لنا أما إنزيمات وميوكس. قسم راح خلايا تفرز لنا إنزيمات هاضمة، وقسم راح تفرز لنا
بيوقف. زين الاميليز، الاميليز انزيم الاميليز دايجستيف انزايم بروديوس بها. ها هسه بنات ايش عندنا؟ عندنا عندنا خلايا تفرز انزيمات وخلايا تفرز ميوكس سيل. صار معلوم؟ الخلايا اللي تفرز انزيمات هي سيريوس سيل، راح تفرز لنا انزيمات مثل ايش؟ انزيم الاميليز. The first step in the chemical digestion. هسه شنا دا نتكلم عن عمليات كيميكال، اذا بدا انزيم ينهضم على الطعام يعني عمليات كيميكال، اما اذا عمليه تحويل قطع كبيره الى صغيره ميكانيكال كيميائيا نصيح لها. The first step in the chemical digestion of carbohydrate. اهم شيء اريدكم تعرفون السالفر جلاند السلايفة فائدتها شنو؟ ايش كم نوع عندنا من السالفر جلاند؟ زين عندنا two types of cell salivary gland include two types of secretory cell، نوعين من الخلايا الإفرازية، قسم يفرزون الإنزيمات وقسم راح يفرزون الميوكس سيل، القسم الميوكس المخاط. الإنزيمات مثل إيش؟ مثل الأمايليز. هسه تشوفون بنات الأمايليز راح يفرز تفرز بواسط الخلايا اللي هي سيريوسير حتى يحول لنا الكربوهيدرات الى جزيئات اصغر. زين شنو هنا الخلايا اللي عندنا؟ العفو هنا مجرى سالفر جلاند اول وحده، اهم شيء هذا هو اريدكم، باروتيك جلاند الغدد النكفيه والتحت الفكيه والتحت اللسانيه. اول وحده باروتيد جلاند لارجست الاكبر، غدد الكبر الاكبر من غدد طبعا وتش ريتش بالاميليز يعني بخلاياها تفرز الاميليز وين تقع؟ لوكيت نير ذا ايرز يعني قرب الاذن، تكون يعني قريبه على الاذانة الاذن من هذه الجهه ومن هذه الجهه موجوده. سب ماندبلر جلاند بروديوس راح ايش راح تنتج لنا؟ اول وحده قلنا ايش نتجت لنا؟ الاميليز اللي هو الانزيم الهاضم اللي راح اللي راح تنتج لنا فيسكوس سلايفا اللي هي شنو يعني؟ يعني سلايفا تصير لزجه يعني ثيك ثيك تكون. زين ان فلاور ذا ماوث، وين موجوده هاي الغدد؟ فلاور ذا ماوث في قاع يعني الماوث النوع الثاني. النوع الثالث هو صب لينجوال جلاند اللي هي صيحلها تحت اللسانية سمولست صغيرة راح تفرز لنا ميوكاس. هنا راح تفرز لنا سلايفا تكون لزجة وهنا ميوكاس. موقعها وين؟ فلاور اوف ذا ماوث اللي هو يصير في يعني قاع الماوث. اول شيء اهم شيء اريدكم تعرفوني نوع ثلاث انواع عندنا من الجلاند، السيلفر جلاند عفوا، الباروتيد جلاند، سبمندبلر جلاند، والسبليجونال جلاند. كل وحدة شنو موقع وياها حجمها ياها الاكبر وياها الاصغر وافرازاتهن وموقعهن بالضبط وين. زين عندنا الفارنكس اذا في قص ما يحتاج نطول بيها لان فارنكس هو البلعوم عند إزوفيغاس اللي راح يرتبط بالمريء. أول جزء مو قلنا ماوث، هسه نجي للجزء الثاني. الجزء الثاني هو خلي الرقم هن لكم، الجزء الثاني هذا اللي هو the pharynx is muscular vestibule lying behind the mouth يعني الدهليز، دهليز يقع behind بجانب the mouth الفم. The pharynx is يعني دهليز عضلي muscular عضلي يقع بجانب الماوث. زين and the esophagus اللي هو المريء is muscular tube عضو عضلي leading to stomach يقود الى يعني وظيفته ان ينقلون الطعام الى الاستومك. صار معلوم بنات؟ هسه اهم شيء انه اول جزء الماوث، الجزء الثاني pharynx والاسوفيغاس، عرفنا شنو هن. ثالث جزء اللي هو خلينا نطير رقم ثلاثة ذا ستومك. ذا ستومك جي شيب موسكولا ارجان
عضو عضلي شكله يكون جي شيب. اذا تشوفوا هذا هذا يقولون عليه جي شيب، يعني شكل حرف الجي. ريسيف اند ميكس فود، راح يستلم. ريسيف يستلم، اند ميكس فود راح ايش بيه؟ يعني يخلط لنا الطعام. وذ جاستريك جوز، جاستريك جوز اللي هو العصارة المعدية اللي هسه ناخذها ونشوف شنو وظيفتها وش راح تسوي لنا بالطعام. زين بعد خلونا نعرف عندنا part of stomach. part طبعا move راح move بعد المعدة، move food into small intestine بعد ما يخلص ونهضم وبالمعدة الطعام راح تسلمه المن او تحرك الطعام المن لامعاء الدقيقة. عندنا اجزاء المعدة اربع اجزاء اساسية، part of stomach four region، الكارديك اللي هو الجزء الفؤادي، والفندك القاعي، والبدي جسم المعدة نصيح له، والبايلوريك الجزء البوابي. الكارديك small area يعني منطقة صغيرة قريبة من الإزافيغس، قريبة من المريء. أول جزء المريء مو يرتبط لنا بعدها بالمعدة، هسه هذه المعدة من فوق هذا الإزافيغس، هذا الجزء أول جزء هو الكارديك سحولة، هذا من فوق المريء، هذه المعدة مرتبطة به، هذا أول جزء المريء العفو الكارديك ريجن. زين خلونا هسه نرجع على الفندك ريجن، همات المنطقة الثانية اللي هي راح تكون مقاربة للكارديك. المهم المناطق بنات يعني انه تعرفون المناطق. البادي الماين بارت اوف ستومك هو الجزء الرئيسي بالمعدة. البايلوريك، البايلوريك اللي هو الجزء البوابي نصيح لهذا باعوا، هذا البايلوريك وهذا البادي، هذا البادي هذا الكارديك، وهاي هنا الفندك ريجن، هذا البادي والهنا بايلوريك ريجن، هذا الجزء البوابي. زين بايلوريك سيفينيكيتر هاي مهمة. عندنا الطعام من يمر بنات من المعدة للأمعاء، شنو المانع ما يرجع؟ لازم اكو فتشي صمام يسد، يمن بعد ما يسلم الطعام يسد، ما يخلي الطعام يرجع باتجاهنا معاكس. سيرفيس اس فالف، تعمل ك فالف يعني شنو فالف؟ صمام بتوين ستومك اند ذا سمول انتستين، كصمام من يسلمها اكو ناس تصير عندهم خلل بهذا هذا البوابه هنا. راح شبيه هذه، هذا هنا فالف، بايلوريك فالف مثل يعني نصيح لحظه، هاي هنا ذني من يصير خلل يصير ارتجاع بالطعام، تصير عمليه ارتجاع. زين جاستريك سكريشن يعني شنو الافرازات اللي يصير عندنا بالمعده؟ اول شيء خلينا نعرف الجاستريك جلاند ان ذا ستومك، يعني عندنا الجاستريك جوز اللي هو العصاره اللي راح تنفرز بالمعده. شنو الخلايا تفرزها؟ عندنا الجاستريك جوز اللي تنفرز العصارة المعدية، الجاستريك جوز اللي تنفرز بالمعدة اكو خلايا تفرزها. يا هالخلايا عندنا ثلاث انواع خلايا، ميوكاس سيل راح تكون نير اوبنينج اوف جاستريك بيت، عندنا تكون هاي قريبة، هاي الخلايا بالمعدة قريبة من السطح من يعني من جدار المعدة. ايش تفرز لنا؟ ميوكاس، اهم شيء الخلية وش تفرز. البارتيال سيل فاوند ديبر بارت، الجزء عميق هسه راح اقول لكم اياه شنو نقصد قريبة او شنو عميقة. زين اش تفرز لنا؟ HCL solution of HCL. زين التشيف سيل النوع الثالث من الخلايا موجودة في الديبر بارت في الجزء العميق كذلك، secret digestive enzyme انزيمات هاضمة اللي هو منو؟ بيبسينوجين اند بيبسين. اذا عندنا ثلاث انواع
هسه احنا اخذنا المعده، عرفنا هي المعده شنو شكلها وبمن تتصل واجزائها. الشيء الاهم اللي نعرف نلقى بها جاستريك جوز، هي هاي الجاستريك جوز هي تهضم لنا الطعام من يوصل للمعده. شنو هي الجاستريك جوز؟ عصاره معديه. من يفرز جاستريك جوز؟ ثلاث انواع من الخلايا، ميوكس سيل، بارتيال سيل، والتشيف سيل. الميوكس سيل ايش تفرز لنا؟ راح تفرز لنا الميوكس، نسلها ميوكس، خلايا مخاطيه تفرز لنا ميوكس. بارتيال سيل راح تفرز لنا HCL، والتشيف سيل راح تفرز لنا دايجستيف انزايم، واهم هنا عندنا بيبسينوجين والبيبسين. ذا برودكت الناتج اوف 3 تايب اوف سيل، الناتج مال انواع الخلايا الثلاثه توجذر راح يسوي لنا جاستريك جوز، يسوي لنا عصير معدي. جاستريك كونتينيو شو يحتوي على اليمن؟ بيبسين، HCL، لايبز، انترنايزك فاكتور، عوامل مساعده اخرى. اذا يحتوي لنا على البيبسين والHCL عوامل اخرى واللايبز، انزيم لايبز. البيبسينوجين اللي تنفرز من قبل التشيف سيل شبيها لما تتحد كومبين، لما راح تتحد مع الاتش سي ال راح شبيها بنات فورم ذا بارتيال سير تشينج تو بيبسين، يعني راح يتحد الاتش سي ال اللي ينفرز من البارتيال سيل والبيبسينوجين اللي ينفرز من التشيف سيل، ايش راح يسوون؟ يحولن البيبسينوجين الى بيبسين. تمام بنات؟ زين، البيبسين بيقام لما تحول البيبسين ايش راح يبدا؟ راح يبدا بهضم البروتين، الطعام من نتناوله وبيه بروتينات، راح من البيبسين راح يبدينا بهضم البروتين. اللايبيز راح يبدا على عمله او يشطر الفات الدهون. زين، ميوكس الكلاين. زين سؤال هنا، أنا اكو سؤال دائما انا اساله، اقول المعده اذا هي بها HCL ليش ما تهضم نفسها؟ الجواب هنا، ميوكس از الكلاين قاعدي prevent the stomach from digesting itself. اذا من الوظيفة الميوكس اللي ينفرز من قبل الميوكس سيل راح يحمينا المعدة انه ما تهضم نفسها. زين، هاي الصفحة كلش مهمة بنات. internalizing factors secreted by partial cell، من تنفرز عن طريق البارتيال سيل. زين، نحتاجها هاي شنو الانترنايزك فاكتور؟ اما نحتاجها B12، امتصاص B12. خل نعيد هاي الصفحة على السريع بنات حتى نتحول الى موضوع ثاني. اول شيء الميوكس سيل عندنا اول ثلاث انواع من الخلايا تفرز لنا الجاستريك جوز، ميوكس سيل، بارتيال سيل، والتشيف سيل. الميوكس سيل تفرز لنا الميوكس، بارتيال سيل تفرز لنا HCL، والتشيف سيل تفرز لنا دايجستيف انزايم. زين، ذن ثلاثة الافرازات راح نصيح لهم نسميهم الجاستريك جوز، من يتحدث راح يسميهم جاستريك جوز. زين، شعدنا اهم شيء انه راح هذا البيبسينوجين لما يتحد مع الHCL راح يتحول الى البيبسين. البيبسين بما نحتاجه؟ نحتاجه بهضم البروتين. زين، عندنا بعد الجاستريك لايبيز، اللايبيز بما نحتاجه فات سبلايتنج انزيم، انزيم يقوم بشطر الدهون. الميوكس شنو فائدته؟ بريفنت تو استومك تو دايجستيف اسيل، يمنع الخليه حتى تهضم نفسها. انترنايزك فاكتورز هي شنو هي؟ سكريتد عن طريق من البارتيال سيل، نيد فور بي 12 ابسوربشن، انه نحتاج عمليه امتصاص البي 12. طبعا بنات هسه هذه جدار المعده، هذا طبعا هنا بالرسم هو مو كلش واضح، بس هنا الخلايا اللي راح تكون بالعمق هي التشيف سيل والبارتيال سيل، والخلايا اللي تكون قريبة من السطح شوفوا هاي هنا تكون الميوكس سيل. هذا نقصد به اكو خلايا بالعمق واكو خلايا قريبة على عمق سطح المعدة. زين، البنكرياس، طبعا البنكرياس قلنا من الاسيسار جلاند. البنكرياس عندنا the exocrine function،
اللي عندنا اللي يعمل هو طبعا اندوكرين واكسوكرين. ان شاء الله بالغدد ناخذ شنو اكسو وشنو اندو. ذا بنكرياس هاز اكسوكرين فانكشن اوف برودوسينج بنكرياتيك جوز. وظيفته راح يفرز البنكرياتيك جوز انه كذلك عصير البنكرياس نصيح له. هذا العصير البنكرياس هم يفيدنا بعمليه الهضم. شنو نقصد اندوكرين واكسوكرين؟ هاي حتى اوضح لكم اياها. الاندوكرين راح سيكريت هرمون دايركتلي انه انتو بلاد اور بدي فلويد، يعني ما موجود عندنا قناة. الاندو يفرز مباشرة الهرمونات او الناتج مالته الغدة الاندوكرين تكون اللي هي راح تكون افرازها فقط مباشرة للدم. اما الاكسوكرين انه تحتوينا على داكت قناة سيكريت برودكت دايركتلي انتو داكت قناة or on body surface او على سطح المكان المقصود او العضو المقصود او الخليه المقصوده. اما هنا لا، مباشره ما موجوده عندها قناه. ستراكشر البنكرياس بنات، يعني راح بس اطلب منكم شنو موجود بالبنكرياس. طبعا اهم شيء خلونا هنا بنكرياتك جوز، هذا عصير دايجستيف جوز هو يعني عصير هاضم، عصير هاضم سكريتد باي بنكرياس اسينار سير خلايا اسينار، يعني عصير بنكرياسي او يستخدم دايجستيف للهضم يفرز عن طريق خلايا اسمها اسينار سيل. زين ذات ميك اب موست اوف بنكرياس، اللي هي تكون معظم اجزاء البنكرياس. يتكون من مين؟ من خلايا اسمها اسينار. هاي خلايا ايش تفرز لنا؟ دايجستيف جوز اللي هو صح له بنكرياسك جوز. زين ذيس سيل كلستر، هاي الخلايا راح كلستر يعني تتجمع اراوند تيني تيوب، تكون لنا تيوبة تو ريليز سكريشن، حتى راح تفرز لنا هذا الدايجستيف جوز. هذا اريدكم تعرفون منه بالبنكرياس انه يحتوينا على بنكريات الجوز وشنو الاندوكرين شنو الاكسوكرين. زين طبعا البنكرياس is closely associated، راح يرتبط ارتباط وثيق with duodenum الاثنى عشري. هسه ناخذه اللي هو جزء من اول جزء من اجزاء الامعاء السمول الدقيقة، اول جزء من السمول انتستين راح يرتبط بمن مرتبط او راح يكون هسه راويكم وين جالس على الدينام. زين شنو فاعل البنكرياتيك جوز؟ شنو هو؟ هو جوز دايجستيف جوز ينفرز عن طريق الاسينار سيل اللي هي تكون معظم البنكرياس. صار معلوم؟ زين هذا البنكرياس، شوفوا بنات هذا البنكرياس، هاي الدكت اوف بنكرياس، هاي القناة قلنا مو قلنا اكسوكرين، اذا هذي يحتوي لنا على قناة تفرز الدايجستيف جوز. هاي القناة تفرز لنا الدايجستيف جوز. هذا الديدنوم قلت لكم ارتباط وثيق يرتبط بالديدنوم. زين البنكرياتيك جوز ايش يحتوي لنا على؟ يحتوي لنا عصير بنكرياس انزيمات دايجست كربوهيدرات والدهون، يحتوي لنا على انزيمات. راح هاي الانزيمات تقوم بهضم الكربوهيدرات والدهون والبروتين والاحماض النووية اللي هي نقصد بها دي ان اي ار ان اي. زين هذه مو مهمة لا تقروها، بس المهم تعرفوا لي شنو البنكرياتيك جوز. بنات هذا الجدول اريد من عندكم هنا الافراز والموقع السورس مالته وين، يعني وين مصدره من مصدره، مثل لايبيز وين مصدره، او البول سولت املاح الصفراء وين مصدرها. هذا مهم الفاكشن لا تقروها، السورس وين انزيم او الفلويد انزيم والسورس. اريدكم كل المطلوبات من عندكم. الليفر عندنا الكبد، الكبد بنات هو the reddish brown liver بني محمر، يعني عضو بني محمر
supplied with blood vessels، يحتوي على أوعية دموية، كثيف بالأوعية الدموية. وين موقعه؟ in the upper right quadrant of the abdominal cavity. مو مهم هذا، بس أريدكم أن يعني هذا ما أطلب منكم، بس خل أفهمكم إياه. بالجهة العليا إحنا البطن، إذا صورنا هذا سلايد قدامكم بطن، راح نقسمه أربع أقسام. يتكون يعني الأبدومينال كافيتي تكون مقسومة أربع أقسام، هي علميا هيك مقسمها. هذا قدامكم، هذا هيك قسم، هذا قسم وهذا قسم. إذا قسمناها من قسم دور نقسمها منها، راح يصير عندنا واحد جزء، اثنين، ثلاثة، أربعة. هو بهذا الجزء اللي هو يسموه يقولون upper right، يعني الجهة العليا، رايت الجهة اليمنى من الابدومينال كافيتي. مين يتكون ليفر ستراكشر؟ طبعا يتكون من فصوص انكلوزد ان فايبرات كبسول، كبسولة تحيط به ليفية. ديفايد انتو اربع لوبس، اربع اقسام، يقسم الى اربع اقسام. محاط متكون من فصوص محاط بفايبروس كبسول، مقسم هذا كم فص عندنا؟ أربع أقسام. زين، بعد ايش عندنا؟ هاي خلي هنا أنا الهيباتيك لوبس اللي هي يصيحولها يعني فصيصات الكبد أو الكبدية. فانكشن يونت اوف ذا ليفر، هي اللي تعمل كوظيفة في الكبد، يعني تأدي وظيفة في الكبد. هبات ايش عندنا بعد بنات؟ خلينا نروح للاهم، اهم شيء الكوبر سيل. يحتوي الكبد على الكوبر سيلز اللي هي شنو؟ خلايا مهمه بالكبد، تروموف بكتيريا، تزيل البكتيريا فروم ذا بلاد، وظيفتها انه تزيل البكتيريا من الدم. ذات انتر ذا فروم سمول انتستين، عفوا من الانتستينال وول، اللي عندنا بكتيريا تدخل لنا من الامعاء راح الى مجرى الدم. فهاي كوبر سيل موجوده بالكبد، هي وظيفتها راح تزيل لنا البكتيريا. هيباتيك دكت، القناه الكبديه، هم يحتوي على قناه كبديه. هسه خلونا على السريع، انه الكبد يتكون من اربع فصوص، محاط بالياف، عفوا كبسول، فايبر كبسول، انه كبسوله اللي فيها نقول عليها، يحتوي لنا بالهيباتيك لوب، والهي بعد عندنا كوفر سيل يتكون من خلايا كوفر، والهيباتيك دكت اللي هي القناة الكبدية. وظيفة الكبد شنو بنات؟ وظيفتها أول شيء هضم الكربوهيدرات، ميتابوليزم، وظيفة إلى وظيفة بعملية أيض الكربوهيدرات، ليبيد ميتابوليزم، أيض الليبيد يعني، والبروتين ميتابوليزم، كذلك الى وظيفه بالستورج رول، عفوا وظيفه خزين، شو يخزن جلايكوجين، ايرون، فيتامين، وظيفه مهمه. الى وظيفه ديستروي دامج اوف ريد بلاد سيل، اكو خلايا ما نحتاجها راح يعمل على ديستروي، يحطمها حتى نتخلص منها. والاخر وظيفه هو رول ان دايجستن تو سكريتبل، يعني انه وظيفه بالهضم لانه يفرز الصفراء. هسه اول وظيفه خلينا نقول هاي الوظيفه الاولى هي هضم ايض الدهون، ايض الكربوهيدرات، وايض البروتينات. زين، بعد عندنا عمليه خزن، الى وظيفه بالخزن، خزن شنو؟ جلايكوجين، ايرون، فيتامين، والليفر سيل تو ديستروي دامج سيل، حتى يحطم الخلايا، خلايا الدم الحمراء اللي ما نحتاجها، كذلك عملية الهضم لأن يحتوي على الصفراء. زين، هذا الكبد أمامكم، شوفوا بنات، يحاط بكبسولة ليفية مقسم إلى أربع أقسام، يكون منا هذا طبعا هذا انتيرير، بعد أكو بوستيرير خلفي، يعني في الجانب خلفي. صار معلوم؟ طبعا هذه المرارة هسه في البلدر، هسه ناخذها. زين، الصفراء اللي بالكبد مين متكونة؟ طبعا شنو الصفراء؟ يلوش جرين ليكويد، يعني شلون اصفر مخضر نقول عليه سائل. مين يتكون من H2O، من البول ماده املاح الصفراء، والبول بيجمنت، والكوليسترول، والالكترولايت، الالكتروليات اللي هي العناصر اللي تكون تحتوي على شحنه، والبول.
salt أملاح صفراء، العفو قلناها أملاح صفراء. إذا الصفراء هي يعني سائل أخضر مصفر يتكون من H2O والبصلت أملاح الصفراء والبيجمنت والكسترول والإلكتروليات أو الشوارد ترجمتها. زين، أهم شيء أريدكم تعرفوا لي من المسؤول عملية الهضم، هي البصلت. البصلت هي المسؤولة عن عملية الهضم. زين، هيباتيك سيل يوز خلايا الكبد. هيباتيك سيل طبعا هو البلمين يفرز من الكبد، الصفراء اللي تفرز من الكبد. هيباتيك سيل خلايا الكبد يوز راح تستخدم الكوليسترول تو بروديوس بول، حتى سولتس راح تنتج لنا املاح الصفراء. املاح الصفراء بما لها عمليه اهميه عمليه الهضم. زين، البيجمنت اللي قلنا هسه تتكون من البيجمنت صبغات الصفراء، مش نقصد بها البيلروبين مثلا؟ البيلروبين كل احنا سامعين نقول هذا عيونه صفراء، احتمال البيلروبين عنده مرتفع. من ناتج البيلروبين؟ من عمليه تكسر بريك داون اوف هيموغلوبين. اذا بدات الهيموغلوبين شنو احد مكونات الدم اللي موجود بخلايا الدم الحمراء، اذا تكسرت خلايا الدم الحمراء احنا ليش نقول هذا عنده فقر دم وعيونه صفر؟ يعني نتيجه تكسر وارتفاع البيلروبين وبين بعيونه. ليش؟ شنو يعني معناه؟ معناه عنده فقر دم. شنو السبب؟ يعني صار عندنا تكسر بكريات الدم الحمراء وبالتالي تكسر اوف بالهيموغلوبين. لان هو البيجمنت ناتج من عمليه تكسر الهيموغلوبين. بريك داون برودكت احد نواتج تكسر الهيموغلوبين. صار معلوم؟ زين، الجلوبلدر اريد بس وظيفتها، شنو وظيفتها؟ ستور بول، راح تفرز تخزن لنا صفراء، تخزن لنا الصفراء وتعيد امتصاص، تركز كونسنتريشن بول باي بي ابسوربنج ووتر، عمليه تركيز الصفراء، تخزن الصفراء وتعيد امتصاصها تركيزها عن طريق اعادة امتصاصها. شنو الجلوبلدر؟ هي نصحنها المرارة. صار معلوم؟ اهم شيء شنو؟ البول. مكونات البول شنو؟ زين، البول سولت هي ذات هاف دايجستيف فانكشن، وظيفتها وظيفة هضمية، لها وظيفة هضمية. زين، بعد ايش عندنا؟ عندنا البيجمنت، ايش نقصد بها؟ البيلروبين الناتج من تكسر الهيموغلوبين. والجلوبلدر المراره ايش تقصد؟ شنو وظيفتها؟ وظيفتها خزن البول الصفراء. زين، عندنا السمول انتستين واللارج انتستين. بنات اهم شيء انه تعرفوني السمول انتستين ترتبط بالستومك من فوق ومن جوه راح ترتبط لنا بمن؟ بالامعاء الغليظه. راح اهم شيء شنو وظيفتها؟ ريسيف سيكريشن فروم ذا بنكرياس اند ليفر، راح تستلم يعني عفوا خليني نبدا من البدايه. ذا سمول انتستين اكستد فروم بايلوريك سيفينيكيتر، يعني شنو بايلوريك سيفينيكيتر؟ تمتد من البايلوريك سفنكتر، هي العصار عفوا الفالف الصمام اللي يربط بين المعدة والسمول انتستين تو ذا لارج انتستين. هسه خلونا نشوف هذا بنات، هاي المعدة، هاي هنا راح يكون هذا السفنكتر قلنا عليه، راح ترتبط منه تبدي منه دادينام ويبدي الى ان ترتبط بالامعاء الغليظة. زين، receive secretion from the pancreas and liver، راح يعني اكو افرازات تستلمها من الكبد والبنكرياس مثل البنكرياتك جوز والبل. البل سولت املاح الصفراء اللي اثنيناتهم البنكرياتك جوز والبل سولت اثنيناتهم ذا المهمات بعملية الهضم، راح تستلم من دول المواد الهاضمة حتى تهضم الطعام، كذلك ينهضم بالبنكرياس. complete راح يعني تكتمل عملية الدايجستشن بالداخل الأمعاء الدقيقة. زين، راح تصير عملية أبسورب امتصاص للطعام داخل الأمعاء الدقيقة. ليش هنا راح يصير امتصاص؟ لأن تحتوي على فيليا، اللي هي شنو تحتوي لنا الفيليا؟ ايش نقصد بها؟
الزغابات بواسطة الزغار راح تصير عملية امتصاص. زين عندنا 3 أجزاء من الأمعاء الدقيقة، ددنم الـ12، ججنم الصائم، والإليوم اللفائفي. أريد بس تعرفوهن، الددنم والإليوم، ججنم والإليوم، ددنم ججنم إليوم، وظيفتها ومين تستلم السكريشن يعني المواد الهاضمة اللي أو تساعد العملية الهاضمة من البنكرياس والليفر. وظيفتها راح complete digestion and absorb product، يعني راح تصير عملية امتصاص كذلك داخلها. إذا باعوا هنا هذه أمعاء الدقيقة، هذا باعوا، هذه الددنم، ججنم والإيليوم، 12 الصائم واللفائفي. زين أريدكم بس تعرفوني هنا بنات انه تحتوي على فيليا او فيلي اللي هي يصيحونها الزغابات، تستخدم بعملية الامتصاص. زين ومايكرو فيلي كذلك تحتوينا على مايكرو فيلي يعني زغابات دقيقة. زين هذه بالنسبة للسكريش الفيليا والمايكرو فيليا بالسمول انتستين. secretion of small intestine intestine gland، اكو غدد بالintestinal gland اللي هي الامعاء الدقيقة، شبيها هذه الغدد راح تفرز لنا fluid سائل ذات لاك تفقد لاكس digestive enzyme انزيمات هاضمة، راح يفقد لنا الانزيمات الهاضمة راح اذن تحتوي لنا على راح تفرز لنا فلويد يفقد الانزيمات هاضمة، كذلك راح يحتوي تفرز لنا داجستيف انزيم انزيمات. وين هاي مين تنفر انزيمات امبيدد ان ذا سيرفيس اوف مايكروفيليا، يعني المايكرو احنا مو قلنا بيها فيليا ومايكروفيليا، اللي هي الفيليا نقصد بيها الزغابات والزغابات الدقيقة. الزغابات الدقيقة راح تحتوي لنا على الداجستيف انزيم اللي راح تستخدم لنا في عملية هضم الشجر والبروتين والدهون. إذن بنات عندنا السمول انتستين راح شبيها راح تفرز لنا تحتوي على جلاند تفرز لنا فلويد هذا وكذلك تفرز لنا الدايجستيف انزايم. عندنا الفلويد راح ساعدنا بعملية الهضم والدايجستيف انزيم كذلك، مثل بمن ساعدنا بالدايجستيف انزيم عندنا راح بعملية سبلايت يعني عملية تحطيم الشجر والبروتين والفات والفات مولكيولز نستفاد منها او عملية شطر. زين ايش عندنا بعد؟ عندنا هذا الشكل الفيدي، هذا اللي هي الزغابة اللي تكون داخل السمول انتستين، هذه هم كذلك ونفسها يمكن شكل ستومك واجزاء السمول انتستين. هنا عندنا اللارج انتستين، اول شيء وظيفته absorb water and electrolyte from the كيم. شنو الكيم نقصد بيه؟ الكيم نقصد بيه اللي او نسميه كيموس، الكيم نقصد بيه الطعام المهضوم والجاستريك جويز والداجستيف انزايم كل هذا اللي صاير خليط نصيح له الكيم. اذا هو راح يمتصنا الماء والالكترولايت شوارد من الكيم، اللي تبقى راح يعني ما تبقى بالالمنتري كانال راح يتحول الى فيسز، راح يتحول الى فيسز الى براز الى براز باللارج انتستين. مين يتكون اذا وظيفته هو ري ابسورب ووتر يمتص الماء والالكترولايت اند فورم فيسز يكون البراز. كونسيست اوف مين يتكون اللارج انتستين؟ من سيكم الاعور كولون القولون والركتم المستقيم والانر كانال، وهي اللي هي الـ يعني اخر جزء الانر كانال اللي يؤدي الى فتحة الشرج. يعني القولون ينقسم الى اسيندنج الصاعد، عندنا قولون صاعد وترانسفير المستعرض والديسيندنج النازل، والسيجمويد اللي يكون على شكل حرف اس سيجمويد بورتنج. زين
التركيب structure of large intestine، تركيب الجدار مالته هو من ضمن الالمنتاري كنار، كذلك مكون 4 طبقات اللي ذكرت لكم اياها سابقا، ونفس الباقي اللارج انتستين سمول انتستين، بس شبيه يختلف، ما يحتوي على فيلي، ما يحتوي على الزغابات. اذا وظيفته شنو؟ وظيفته من يتكون من سيكم، كولون، ركتم، وانال كنال. القولون راح يتقسم الى اسيندينج، ترانسفير، وديسيندينج النازل، والسيجمويد اللي يكون على شكل حرف اس. الجدار مالته نفس الالمنتري كانال، لان احنا قلنا الالمنتري كانال من المارف للاناس كلها نفس التركيب من 4 طبقات، بس شبيه الجدار مالته ما يحتوي على زغابات. اذا شفنا هذا باء بنات، هذا لارج انتستين اللي هو راح السيكم الاعور هنا زين، والقولون هذا الاسيندنج الصاعد، ترانسفير النازل، وهذا الديسيندنج العفو الترانسفير المستعرض، والديسيندنج النازل، والسيجمويد، وورا الركتم والانس اخر شيء اللي هو عن طريقه يصير عمليه الخروج. شكرا بنات لكم، هاي المحاضرة صح هي بيها معلومات مطولة بس حلوة، وان شاء الله وصلت لكم اياها، واسفة طبعا كل ساعة اقطع الفيديو لانه بنتي كل ساعة تبكي. شكرا جزيلا لكم.